الجزائريون يطالبون البوليزاريو بالرحيل من فوق أراضيهم. صب الجزائريون جم غضبهم على نشطاء صحراويون من مخيمات تندوف، حيث وجهوا لهم وابلا من السب والشتم مطالبين إياهم بالمغادرة فورا من التراب الجزائري. وانتشرت مقاطع فيديو كالنار على الهشيم بوسائل التواصل الاجتماعي تظهر نشطاء ومدونون جزائريين يتهمون فيه ساكنة مخيمات تندوف بسرقة أموال الشعب الجزائري حسب زعمهم. وقال العديد من النشطاء الجزائريين إن بلدهم والمغرب هما بلد واحد ويجمعهما تاريخ عريق مشترك منذ عشرات القرون، وأن تواجد البوليزاريو على أرض الجزائر هو السبب الرئيسي في عرقلة توحد الشعبين الجزائري والمغربي. وظهر مجموعة من الشباب الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي بالواتساب وهم في استجار حاد مع نشطاء ينحدرون من مخيمات تندوف بالجزائر حيث توجد البوليزاريو، يدعونهم للمغادرة من أجل أن يعم السلام بين الجزائر والمغرب وبالمنطقة المغاربية.